الطفل الحياة فام يقرأ يحلم يفكر يلعب ويبدع. الطفل الحياة فام هو القدوة. غدوة خير، أولادنا فخرة بلادنا. طفل الحياة فام. طفل الحياة فام، طفل يقرأ، طفل يبدع، طفل يتألق، طفل يقود. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم الأسبوعية اللي تجيكم كل نهار أحد، موصولة بالطفولة، موصولة بهذا العالم الجميل، موصولة بهذا العالم الرائع. فقرات عديدة تنتظركم في هذه الحلقة. تبقوا معنا على 90.3 ولا على لايف ستريمينج الحياة فام بوانات. تتفاعلوا معنا أيضا على 70 035 120. اليوم فقرات عديدة نأخذ عليها فكرة مع الأستاذ سندس أسبوعي. إيش عنا اليوم في برنامج الحياة كيدز؟ صباح الخير الناس الكل، صباح الخير سي عبد المجيد، صباح الخير فريق التقني الكل. نرحب بضيوفنا الكرام اليوم اللي جاونا محفلينها كما يقولوا فيها، معناتها عنا برشا زخم ثقافي اليوم، زخم تربوي زيدا. اليوم عنا ضيفة اللي باش نستقبلوها في فقرة قفل المعلمي، ضيفة مميزة، سيدة رائعة من الجيل الذهبي للمربين والمعلمين. سعيدة جدا باستقبال السيدة سلمى عيادة. مرحبا مدام سلمى. شكرا لك. أيضا معنا الطفلين رميسة وطه عبداوي في فقرة أنا أقرأ. فقرت أنا أقرأ. أيضا عنا صدى المدارس اليوم، صدى المدارس، كثير من المدارس الناشطة الأسبوع هذا، واللي لاحظناه أنه ثقافيا وتلمذيا كانت المدارس ناشطة الحقيقة. مشكورة المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان اللي كانت مشرفة على جميع الأنشطة، كانت خارجية أو محلية في المدارس، وحتى في دور الثقافة النموذجية أو دار ثقافة أسد بن الفرات في المركب الثقافي نقصد. فقراتنا اليوم باش نحاولوا أن نسلطوا الضوء على كل الأنشطة اللي صارت وبعضها، وإن شاء الله زد نكملوا الأسبوع الجاي نحكيوا عليها بأكثر إتناب للفقرات. شكرا جزيلا لله، ما أحلى الطفولة، إنها حلم الحياة. الحياة كيدز. الحياة كيدز. غدوة خير، أولادنا فخرة بلادنا. مستمعينا الكرام، فعلا لله ما أحلى الطفولة. شكر كبير للأولياء، للمربين، لكل من يأخذ بأيدي الطفولة نحو بساتين الحياة المزهرة الرائعة. ومعنا زهرات، معنا براعم هنا في الاستوديو في فقرة أنا أقرأ. فقرة أنا أقرأ، أستاذة سندس من معنا في هذه الفقرة؟ فقرة أنا أقرأ اليوم معنا الأخوين طه ورميسة عبداوي، وسيقومان بإلقاء قصيدة أو قصيدتين للشاعر القيرواني سي محمد الغزي. صباح خير طه. صباح خير. عسلامة باب. عسلام. أنت طه عادة معروف عليك إلقاء الشعر وحبك للمطالعة، زي دقيت برشا قصص أنت. ايه. طيب شو من القصص اللي قريتهما؟ قريت من يساعد دودو، البطل الوفية، مدينة ريين، الفراشة الحالمة، القطرة والحذاء، حبيب والقط الصغير، سيريا وزهرة الجل النار. أنا برشا قصص. شكرا جزيلا. ماذا بينا الفريق التقني تحط لنا كي يتكلم محمد طه، الله يخليك. إذا محمد طه يعطيك الصحة. هذه مستمعينا الكرام هي قائمة المطالعة المختارة من قبل مختصين في علوم التربية وفي أدب الطفل وفي علم النفس الطفل. قائمة هذه تجدونها على صفحة الفيسبوك مسابقة رهان القراء التي تتبناها إذاعة الحياة فام وبرنامج أطفال الحياة. يعطيك الصحة طه، ماذا تقدم لنا اليوم مما قرأت؟ أنت مغرم بالشعر ومغرم بالشعر القيرواني الكبير محمد الغزي، باش تقرأ لنا يا تاه؟ نقرأ لكم قصيدة البيوت. يلا بينا. البيوت مثل الخيول هي البيوت، إذا مضى أصحابها حنت إلى الأصحاب، وتظل تشكو بعد كل ترحل، وتظل تشقى بعد كل غياب. للدور أرواح رجفن بين حجارها، وخفقنا في الجدران والأبواب. وإذا البيوت فقد نماء حنينها، أصبحنا محض حجارة وتراب. يا بيتنا هذه السنون تعاقبت،
وأنا المسافر ما أرحت ركابي، ما زالت الأرض التي ودعتها تغفو كمصباح على أهدابي. في راحتي حملت عطر حقولها، وحملت طيب كرومها بثيابي، وحملت دراق الشمال وتينه، وحملت ريح رائش الأعناب، وحملت ترتيل الكتاب بحين، وتواثب الأطفال للكتاب، ومنمنمات السقف في حجراتنا، وزخارف الآيات في الأبواب، وحملت ضوء الشمس بين دروبنا، وحملت صوت الماء في المزراب، وحملت رائحة الرغيف بفجرنا، وحملت صوت الحق في المحراب، وحملت أطياب الثمار بأرضنا، رمان أيلول ومشمش آب، وحسبتني غادرتها فوجدتني خبأت تونس كلها بثيابي. إني كبرت مع الحمام ببيتنا، ومع الندى والفل والأعشاب، ومع الخطاف ليستريح إذا أتى في كف أمي بعد طول غيابي. أيام جدران البيوت جميعها سبورتي ودفاتري وكتابي، قد كنت أكتب ثم أرجع ماحيا ما خط في الجدران والأبواب. أيام يمضي الطير عن أعتابنا ويؤوب بعد الفصل للأعتاب، لم تنس هاتيك الطيور جميعها عنواننا من بعد طول غيابي. أيام أحببت الرباب ولم أبح في حينا يوما بحب ربابي، أنى لنا أن نستهين بعهدنا، إن الهوى ضرب من الآداب. أغربت في عشقي ومثل قصيدة، عشقي أنا ضرب من الإغراب. العشق أن أجري الكلام مكنيا، فإذا نطقت فمن وراء حجابي. أكبادنا للشوق قد خلقت، فما فتئت تكابد فرقة الأحباب. يا أيها الزمن الذي يمضي، أعد لي لمجتي وحقيبتي وجرابي، وطيور حنجرتي وغيمة راحتي، وزهور مائدتي وماء سحابي. من يوم أن أيفعت غابت صحبتي، ما أوحش الدنيا بغير سحابي، ونسيت ألعاب بباحة بيتنا، وبقيت محزونا بلا ألعابي. يا أيها الزمن الذي يمضي، أعد طيش الجميل وخذ جميع صوابي. تهفو البيوت كما الخيول لأهلها، وتحن مثل الخيل للأصحاب، ويشوقها كالخيل كل ترحل، ويهزها كالخيل كل إيابي. إن البيوت وإن مضى أحبابها، لم تنس يوما خلة الأحباب. للدور أرواح رجفن بين حجارها، وخفقنا في الجدران والأبواب. وإذا فقدنا حنينها وحنوها، أصبحنا وحظ حجارة وتراب. شكرا شكرا، تصفيقة كبيرة يسير، تصفيقة كبيرة. محمد طه عبدالي رائع من طهر الشعر الكبير محمد الغزي، يعني شكرا جزيلا، وشكرا لوالدتك اللي حاضرة معنا وهي زميلتنا مربية. حبيت نقول لك بارك الله فيك، لأن تأثيث الذاكرة بالنصوص الأصيلة بالقرآن الكريم أولا، ثم بهذه النصوص الأدبية الأصيلة سواء في الشعر أو في غير الشعر، هذا مخزون سينفق منه الطفل فيما بعد، كالإسفنجة تمتلئ ماء فإذا ما لمستها رشحت من ذاك الماء الجميل. أو عندك رميسة حذاك اليوم؟ أنا رميسة حتى هي مش تقدم قصيدة الحيرة. قديش عمرها رميسة؟ هاي رميسة تكلمي. قديش عمرك يا رميسة؟ 4 سنين. يا تبارك الله، 4 هم ولادنا بالحق، فخرة بلادنا. 4 سنين تحفظ، إيش حافظة يا رميسة؟ القيروان مع رميسة عبدوي. يلا يسمعيني رميسة. القيروان
مهلا فقد يتعاتب الأحباب بعض الهوى يا خير والعتاب إن الذي ما تفتح الهوى لما الكثير من الأحبة تاب إن الأمير العاشقين بأرضكم وجميعكم في ساحة حجاب إخلاني عالك في المكان مقدسا والأرض حولك كلها محراب أهد علينا أن يضم صبيبة هذا التراب وتلثم الأعتاب. الله 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 كبير على رميسة 4 سنوات وتحفظ قصيدة القيروان يعني الشعر العمودي الموزون ما تغلطش لا في النحو لا في الصرف لا في العروض. يا تبارك الله على بنتي ما شاء الله تصفيقة كبيرة. مستمعين الكرام هذو ما هم أطفالنا أطفال الحياة أطفال الإبداع أطفال الريادة أطفال القيادة أطفال الجمال. يعني تحية كبيرة للأولياء تحية كبيرة كبيرة للأولياء وتحية كبيرة للسادة المربين الأفاضل للسادة المربين سواء في المدرسة ولا في نوادي الأطفال ولا في المكتبات العمومية ولا حتى في الشارع. الولي المواطن هو مرب حتى في الشارع إذا ما دعا إلى الأخلاق الحسنة إذا ما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. راهو به برشا نصنع جيل متميز رائع كما محمد طه ورميسة والله شيء يفرح شيء كبير. إذا مستمعينا الكرام نخرج فاصلا غنائيا فاصلا غنائيا ثم نعود في الفقرة الثانية من أطفال الحياة الحياة كيدز الحياة كيدز الحياة كيدز. أولادنا فخرة بلادنا ولولا المعلم ما كان الطفل مفخرا وما وجد نهجا قويما من أجل تحقيق الأحلام. في فقرة قفل المعلم نقف إجلالا لكل المربين الأفاضل الذين أفنوا العمر في خدمة المدرسة وفي خدمة الأطفال. شرف كبير أن نقف إجلالا للمعلم. أستاذة سندس من معنا اليوم ضيفا في قف للمعلمي؟ هي ضيفة هي أم هي عالم كله تحلقت حولها فراشات تنشد نور علم وتفتحت على يدها براعم تستشرف ألف حلم تواتر على محيها أجيال وأجيال لا تعد واستقبلتهم بكل حبور وحنو ولم تعرف غير الحب كأفضل رد. أنا اليوم في حضرة سيدة فاضلة أم نابت كل الأمهات وأخذت على عاتقها أسمى المسؤوليات تربية تعليم تهذيب تثقيف إنشاء أجيال وأجيال من أصحاب الشهائد العليا والموظفين السامين. نستقبل بكل حب وبكل تبجيل المربية الفاضلة السيدة سالمة عيادة المعلمة المحالة على شرف المهنة وقد سبقتنا عبارات الشكر والامتنان. مرحبا بك سيدتي. شكرا لك سيدتي. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة للتعرف على هذه الإذاعة الفتية اللي الحقيقة أول مرة نزورها ونسمع بها. فرصة جيدة لليانا باش نتعرف عليكم باش نتلاقى بسعة المجيد مجددا يعطيه الصحة خدمنا مع بعضنا فرصة سعيدة والحمد لله. إن شاء الله تتعدى حصة خفيفة الروح عليكم وربي يوفقكم. أستاذة سلمى عيادة أختي العزيزة الغالية العشرة الطويلة اللي بدأت من مدرسة طارق بن زياد إلى مدرسة أولاد فرحان إلى مدرسة الصحابي 2 هك الخدمة هك السهر هك الليالي البيئة الطفولة الكشافة المضايف يعني مش نقول أنا مسيرة حافلة بالعطاء وكنت قد رافقتك في هذه المسيرة الرائعة وسرني كثيرا غاية السرور وغاية الغبطة حينما اقترحت الأستاذة سندس اسمك في قف للمعلم فوقفت لك إجلالا كما عهدتني تقديرا لما قدمتي لخدمتي أنت مدام سلمى وأنا كنت شاهد على هذا. يعني نقول أنا مسيرة حافلة إن شاء الله الكل في ميزان حسناتك إن شاء الله وإن شاء الله ربي يعطيك طول العمر وصحة البدن والعقل ونور البصر على خاطر الجيل الرائع اللي سهر الليالي. المدارس الابتدائية في القيروان في وقت من الأوقات لا تغلق أبوابها ليلا ثم خلايا نحل بعد أداء الواجب الرسمي
يعني في النهار في الليل نعود إلى المدرسة. وأذكر جيدا أن متفقدين فكرة هبهم يجيبوا السمان ويجيبوا الستل اللي معناها البغلي وندهنوا ونلايقوا. يعني تلقى رئيس مصلحة وتلقى معلم وتلقى متفقد وتلقى مدير ولي. وتلقى ولي نتلموا في الليل. نتذكر جيدا مدرسة صبرة مع مدام جوهر بن فضل وسي أحمد الصغير ربي فضله ويطول أنفاسه. ونتذكر معك أنت في مدرسة صحاب اثنين وفي مدرسة ولاد فرحان. ونتذكر في مدرسة التربية زادة مدام فاطمة درمول نذكرها بخير. ونتذكر سي حسين محمود في مدرسة الخضرة الله يرحمه. ونتذكر سي محمد علي السعيداني في مدرسة الخضرة أيضا وفي بعض المدارس الأخرى كانت خلايا نحل. يعني أك الصيانة اليوم اللي بعض الأسقف تنهار من جراء انسداد المزاريب في الأسطح ما كانش يحدث هذا. اليوم تتعدى أحيانا ترى شجرة نابتة فوق السطح. والله يريتها بأمي عيني. حبيت نقول لك مدام سلمى أنت وكالفريق المزيان اللي خدمة معاك من المعلمين والعملة ومن أجوار المدرسة الابتدائية. مدام سلمى شكون تذكري من الناس اللي وقفوا معاك يعني وساندوك في مشاريعك الثقافية وفي الحياة المدرسية في مدرسة ولاد فرحان ومدرسة صحابي اثنين؟ سي عبد المجيد كان نسيت ما يسالش راه مش نذكر اللي مش نذكروهم هذوما نقولوا نيابه عن غيرهم. اي ولا اي قل نتذكر مليح اولياء اولياء اللي ساهموا. اي اولياء معناتها في صحابي اثنين صغارهم يقراوا سنه اولى. اي نعم. ويجي انا وقتها عندي مرمه في المدرسه والسور عودته الكل وعملتك الحديقه وسيجتها بالحديد الكل. بالحديد اي نعم. ومعناتها ولي يجيني يقول لي مدام مش نجيب. قول له مرحبا بك مرحبا بك. يجيب اللي يقدر 10 شغير سيمان كريتر مل يد عامله يقفوا يبيضوا هما الاولياء بيديهم. بالنسبه للاداره نتذكر مليح رئيس مصلحة التنشيط الثقافي اللي كان بجنبي ومساندني سي عبد المجيد فرحان. لا لا ما يسالش لا هكا هو العفو. كيما ذكرنا كان الحقيقة مساندني برشا واقف معايا الرحلات اللي قمنا بيهم زاد شيء كبير يعطيني رحلة مجانية والمداخيل نتاعها الكل نصبها للمدرسة للسور وقتها. هذاك مدام حسن التصرف في موارد الدولة. الحمد لله الحمد لله. بالنسبة لأولياء نتذكر برشا نتذكر سي الكبلوتي وولده يقرأ جاني أو في كرهبته جاي بالسيمان وهبته شيء كبير. نتفكر سي سامي المكني زاد كيف سي كرهبته. سي سامي المكني في اللي هو مدير مساعد نظن حاليا في مصلحة الشباب والطفولة بفضله سي سامي تحية زاد كيف رغم اللي ولده قرأ في طارق ومع ذلك ذلك خاطر جار المدرسة ولا والله مدام سلمى مره انا نتذكر في مدرسه الصحابي اثنين ثم وليد ما كانش من ناجحين في القرايه راه ولكن ناجح في التواصل صحيح. عاد انا تعرفت عليه ونتذكر عطيته جائزه في مدرسه الصحابي اثنين. أيوة. كبر هاك الوليد ولا شاب تو طوال اطول مني يمكن قريب زوج متر هو تو يعرضني مرات في ما شاء الله. في النحاسين يعرضني كذا والله العظيم يبدا يبوس فيا ويحملني يا مسيو يا سي عاد ما جيت في الصحابي اثنين تتذكر عطيتني جائزه وانا صغير. مدام سلمى حبيت نسالك سرقتش المدرسه في وقتك تعرضتش للسرقه؟ اي تعرضت برشا مرات بالصحابي اثنين. أيه. تعرضت مره بعد تعرضت برشا مرات بعد مكتب المدير مكتبي انا. أيه. تعرض اما ما نجموش يحلوه ما نجموش عندي باب حديد حلوا. أيه. الباب الحديد وباب اللوح باب اللوح ما نجموش احنا مدام سلمى اما نحاس. أيه. تفضلي. سرق لي مره ولا مرتين نحاس نتاع المراقب الصحي تنحى. علاش مدام سلمى جبت الموضوع هذا؟ خاطر نحب من الاولياء اجوار المدرسه. أيه. الناس اللي يسكنوا مقابلين المدارس بالله شويه مسؤوليه إزاء المدرسة. المدرسة راهي كالمسجد صحيح. وراوك تحمي مدرسة قدامك ولا تحافظ على نظافتها ولا تنهي على المنكر صحيح. ولا تنشي الصغيرات هذوما ربي يهديهم اللي قاعدين يتصوروا المدرسة ويدخلوا مرات راه ما فيها شيء المدارس لا فيها أموال كبيرة ولا فيها حواسيب غالية ولا كذا. يعني ربي يهدي. حبينا نقولوا من هذا المنبر من منبر إذاعة الحياة نقولوا للأولياء أجوار المدارس بالله رحمة وبالله رفقا بالمدرسة التونسية وراهي عهدة وراهو كي تسرق مدرسة وانت يعني في جوارك راهو عبارة اعتداء على شخصك ولا على دارك. ربي فضلك ما دامش تبدا في استقبال المكالمات الهاتفية أكيد ثم برشا ناس يحبوا يكلموك. عندنا مكالمة أستاذة. ألو ألو
الو. اهلا وسهلا. اهلا سي عبد المجيد. اهلا بك. اهلا بك دكتور ذهبي لطفي. اهلا دكتور. اهلا لطفي الذهبي. شي حوالك يا راجل؟ شي حوالكم انتم لاباس عليكم صحه؟ يا خويا شني علاقتك بسي المعايده؟ قررتني في الابتدائي انا 64 عام 70 دخلت مدرسه طارق بن زياد. يا تبارك الله على خويا. نقل مدرسه الوالد يخدم في شركه النقل سوري تراك. عاد مدرسه طارق كان فيها المدرسه الكبيره وكان ثم النكس. النكس وين المعتمديه وين الولايه بجنب قريب المدرسه. اي نعم. السنوات الاولى والثانيه والثالثه كنت نقرا في المدرسه في النكس هذيك. اي. مدام سال معايده وقت قراتنا هذيك. مدام سال معايده قراتك في السبعينات. مستمعينا الكرام معنا الطبيب الرائع الباسم المتميز الدكتور لطفي الذهبي هاك الراجل الحلو والعسل قداش يحب قداش يحب المواطنين وقداش الخدوم ومن خلاله تحية إلى كل الأطباء ونقولهم رفقا بالمواطن التونسي كي يجيك من المستشفى العمومي وربي يفضلهم وتحية لكل الإطار الطبي والشبه الطبي والعاملين والبوابة وسائقي سيارات الإسعاف والكل من خلالك نحيوهم سي لطفي. ايه احكي لنا يا خويا على جوك مع دام سالم عيادة. توا الاج دو 58 شفتها. اي شفتها بارازار في السبيطار. انت مالك قراتك طب صغيرة يا وقتها؟ ايه لا 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 الروح الروح قعدت هي راهو مدام سالم عيادة ونحترمها ويعطيها الصحة ملي انا صغير هذيك معناها المعلمة الفاضلة اللي قراتني تقعد صورتها كيك. انديبوندومون فيزيكمون كيفاش هي مدام سالم معايا روح مازالت روح الطفوله والشباب. اي وفما البعض اللي رحلوا فما اللي بعض الموجودين وقلال اللي قاعدوا موجودين فرمي اللي موجودين هي مدام سالم معايا ما شاء الله. قراتنا قاعد الصوره هذيك هي ايش تقولها ايش تقولها اللي قراونا الكل هاي معك هاي معك معك سي لطفي مدام سالم. مرحبا زيد دكتور. صافي بليزير هاني شفتك بعد قداش من شهر. والله تلاقينا صدفه بالحق مشيت للمستشفى. صدفه ما نعرفش في مستشفى ابن الجزار. في الجزار مشيت حاجتي ديابيتيك حاجتي بشويه جلوكوفاج في سوسه ما لقيتوش. واحد قال لي ها فما لقيت طفل بار هكا طبيب مزيان قال لي الميدسان ندخلك ليل وتعطيك اوردونونس تولي عندنا هنا راهو في تولي عندنا في القروان في الجزار فيشتك ايه. دخلت لقى الراجل فرح بيا انا الحقيقه ما تذكرتوش هو اللي ذكرني بيان سور. قام من كرسيه من بيرو قعد قدامي وفرح بيا ومدام راك قريتني صافي بليزير صافي بليزير والله معناها تقولي تلميذي وافخر ابن البار مال شنو نتشرف انك اخلاقك فوق كل شيء ومهنتك اللي وصلت طبيب الحمد لله الحمد لله قعد الحقيقه حكينا قداش من وقتها على اعطاني اعطاني رقم الهاتف نتاعو وقال لي مش نعمل معاك سيلفي اي يا عملنا سيلفي مع بعضنا وربي فضله مدام سلمى ربي فضلك سي لطفي نعم يكثر خيرك على ربي حسن استقبال معلمتك مزيان حسناتها بذلت مجهود معنا قبل واحنا واحنا وهذاك علاش طلعنا احنا رجال ونراو بيه هذاك علاش الاجيال اللي جايه تو تعرف كونه معلم حتى تو الميموار سبحان الله على قريب 60 عام هنا ماني قادر ميموار بورتون قداش تعدى عليا لكن الفتره هذيك تقعد راي وذاك علاش يكون سيستي على التعليم الابتدائي هو تشيئة الصغار من الوقت هذاك لازم الكادر نتاعنا يكون مثل ياخذ مثل مدام سالم عياده وبرشا اسامي برشا 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 اللي تعداو من القروان والمدارس الابتدائيه كل فهمني في اي بلاصه هذيك راي هذاك اللي ينفع دكتور لطفي نعم سي لطفي من خلالك انت نحب نبلغ توصيه هنا معناها من اذاعه الحياه افهم اذاعه لوبيانات اذاعه الرفاه اذاعه البناء واذاعه الجمال واذاعه الصحه في مفهومها الشامل نحب نبلغ توصيه والتماس التماس من كل مواطن كي يعرضك معلمك هو الحقيقه ما يحتاجوش التوصيه ولكن نذكره من قبيل التذكير كي يعرضك معلمك قف له اجلالا قف له اجلالا. شكرا جزيلا يبدو ان سي لطفي انقطع عن الاتصال اذا مستمعينا الكرام نعود الى الاستوديو مع السيده سالمة عيادة في انتظار مكالمه هاتفيه ثانيه مباشره. مدام سالمة قل لي يعني الرضا على النفس اعطيني اثر الرضا على النفس بعد انهاء المسار المهني يعني الفرق بين واحد راضي على روحه بذل واعطاء وقدم
بعد انهاء المسار المهني، كيفاش تكون حالته؟ شنو هي فضاء الرضا على النفس بعد انهاء المسار المهني؟ الحمد لله سي عبد المجيد، والله مسيرتي المهنيه كيفاش بديت؟ سلمى احكي لنا عليها. لا خليني نجاوبنا على السؤال. مسيرتي المهنيه والله مش انا نشكر فيها الناس كل تعرفها، عطيت اكثر من جهدي في القسم بالمحضه والا كمديره. نعرف مدير مدارس ابتدائي. او فين بديت مدام سمت حابه تقول لك معناها فين أي. فين تسميت اول مره اول ساعه ما قريت في طارق 6 سنوات الابتدائي هذيك مدرستي. اي خذيت من بعد التحقت معهد ابن رشيق اللي سجل فيه قبل. نعم كنا قاعديو بروميير بارتي ودوزيام بارتي، جيتي ليتيرير باك لتر. اي خذيت البروميير بارتي في ابن رشيق ومن بعد تحولنا للمنصوره. اي خذيت دوزيام بارتي ليتيرير، مانيش نورماليان. قعدت قاعده في الدار، جاء انتداب نتاع معلمي. اي التحقت مشيت المبيت الابتدائي بالوسلاتية وقتها. اي نعم كان ثم مبيت في الوسلاتية وحفوز. قريت 3 سنوات في مبيت في الوسلاتية. في الوسلاتية ايه 3 سنوات الاولى نتاعي تاع التعليم هذاك جبل الوسلات عاد جبل السرج في سونتر فيل. سونتر فيل نعم توا ولات مدرسة اعدادية كانت في سيرة ومدرسة اعدادية ولات فرحة حشاد هكا. اي اي المدير وقتها يذكره بالخير سي لطفي مفتاح. لطفي مفتاح اي رجل زاد حازم حصيل. بعد الوسلاتية طول تعديت لطارق هكا هو من سام لطارق للي خرجت مديرة في الفرحان للي خرجت للولادة مديرة في صحة بيثني ما شاء الله. أنا في انتظار المكالمة الهاتفية الموالية ما عارفش وصلت ولا ما زلت أطلب المكالمة الهاتفية الثانية شديد عام مديرة في مدرسة طارق بصفة وقتية ومن بعد طلبت عامة الحركة تحصلت على صحة بيثني. اي عديت فيها 3 سنوات ومسح. تذكر اليوم الوطني للنظافه يعني اللي جا فيه كاتب الدوله سيمون جي شوشان. اي نتذكر وقتها كان سيد العوال ولي القيروان وعملنا نهار ما صارش نهار منقطع النظير صحيح. وكان الشكر كبير برشا والثناء على الاسره التربويه في القيروان. الحمد لله اي الحمد لله مدام سلمى ان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه. نرجع للسؤال اللي كنت طرحته يا مدام، الرضا على النفس. والله سي عبد المجيد انا قلت لك انا نجم نقول ما نقولش 100% راضي على نفسي، ماذا بيا راني قدمت اكثر. اما عطيت من جهدي واكثر من جهدي. وتوا واش تحس؟ شنو شعورك توا؟ والله الحمد لله راضي على نفسي يعني تقتات ماك الرضا. لا الحمد لله معناها عباره حاجه سبقتها وتوا نفسانيا مرتاح. قاعد يرجع لي نفسانيا وفي ولدي وفي احفادي والحمد لله. ان شاء الله اللي قاعدين مبشرين المهنه توا ومازالوا ما نهوش مسارها المهني، نقول لهم فكروا في النهار هذا. أيوة. فكر في انهاء المسار المهني مش تكون راضي على روحك ولا ماكش راضي، واذا كان مش تكون راضي على روحك راه مش تكون حاجه مزيانه. معنا هاتف. الو. الو. اهلا وسهلا. عسلامه. عسلامه سيدي، مرحبا، شكون معانا؟ مرحبا بك، نور الدين بضي. يا سي نور الدين، شنو احوال خويا؟ الحمد لله، يسعدك خير. نورتنا يا سي نور الدين في إذاعة حياة فام. وأنت أكثر أخوي العزيز. ربي يخليك. هكا معانا مدام سلمى عيادة، اليوم نقف لها إجلالا ومن خلالها إلى كل المربين دون استثناء في فقرة قف للمعلمين. معك مدام سلمى، إيش تحب تقول يا سي نور الدين؟ الله يبارك. تفضل. مدام سلمى. تفضل سيدي. تفضل سي نور الدين. أهلا سي نور الدين. عسلامة مدام. مرحبا بك، شنو أحوالك خويا؟ أنت أخت ما نقولكش يا مدام. ربي يسر، ربي يسر، حتى نقول لك خويا سي نور الدين. ربي يسر، الحمد لله. مرحبا. يعيشك، مرحبا بك سي نور الدين، ربي فضلك. أش حاب تقولها يا سيدي؟ نقولها اللي راك أختنا، مش كان أختي أنا، أختنا، لأن خدمنا مع بعضنا نحن. فين خدمت وقداش خدمت؟ في مدرسة طارق بن زياد. أنا واحد من الناس عديت 30 سنة في طارق. 30 سنة كاملة ما شاء الله ما شاء الله يا سي نور الدين. والله 30 سنة تبارك الله. تبارك الله. في التقاعد. اي 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 اي. والأخت سلمى حصل لي الشرف باش اني خدمت معاها. واحنا حصل لي الشرف انك متدخل معنا سيدي، تفضل. بالضبط، لاني وقت اللي انا جيت الناس اللي اقدم مني مثل مدام سلمى ما برشا حصيل وبعدين اليوم نحكي على مدام سلمى ما نسرحش شوي في الحديث. ان شاء الله يا سي نور الدين. اسيدي ان شاء الله انت تكون ضيفنا في قفل المعلمي بحول الله،
خاطر احنا من خلالكم الكل نحب نقول لكم بارك الله فيكم، نحب نشكروكم والشكر لن يوفيكم حقا، شويه عليكم الشكر نحب، اما لا غالب لا نملك غير كلمه الشكر لكم، وان شاء الله مجتمعنا يبقى يحترم المعلم لبنات تونس، المعلم اللي ضحى من اجل تونس ومازال يضحي ومش يبقى يضحي. ايش تقول مدام سالم؟ تفضلوا. وقل يا ربي يطول في عمرها في الخير، وربي يشدلها في صحة بدنها، وراهي قرات أجيال وأجيال وعملت علاقة مع الزملاء علاقة طيبة. ما ينجمش الإنسان يذكر واحدة من العلاقات السيئة، ما تمش سوء، ما تمش، لأنه ما تمش داعي للسوء، لا يوجد، ولا يوجد في المنظومة ولا في العقلية متاع المعلم قبل اللي نحكي عن قبل في العيش فيه مع مدام سلمى، ما عندناش أصل حتى مش نقوله سبب الكلمة السيئة. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، مرأة فاضلة أخلاق عالية منك. ربي يفضلك. أنا واحد من الناس جيت صغير قدام مغنومة نحترمهم ياسر، خذيت من عندهم من غير تكلفة الأخلاق، الأخلاق والمعرفة زادة عندهم، لا كومبيتونس عندهم من الكفاءة ما يخليهم هما يأطروا معلمين أخرين كسوسوا دي ستاجير، وإلا قدم ويجيوا يحضروا عليهم يخطوا عليهم المشعل. كانت مدرسة تطبيقية عاد. أيوة يعني إيكول دابليكاسيون، مدرسة تطبيقية مترابسين في التمتاع الترشيحي. مدام سامة واحدة معلمة من الجيل القديم اللي صعدت على جهودهم وعلى معرفتهم وقدرتهم وأخلاقهم، على خطر القراية مش ABC فقط. اي نعم. راهو فما تعاملات نفسية، تواصل، بيداغوجية، تربوية، أخلاقية. هلا نحكي لك عليه بدون ما نقول متوفرين في كل مدام هذيك السيدة اللي بحداك الفاضلة. يا ربي يفضلك. ونشكرها واحد من الناس. يعيشك. أقل شيء يقول. ربي يفضلك. أقل شيء يقول قول كلمة طيبة. وشوية. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام. إذا نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية تكريما للأستاذة سالمة عيادة في فقرة قف للمعلم. مدام سندس تحب تسأل مدام سالمة عيادة في انتظار المكالمة الموالية. مدام سالمة عيادة، أكيد أنت توا راهي علاقتك بتلامذتك ديما تقعد علاقة ممتازة، واللي يكون متاعك حتى في برشا عباد توا ساعات ندخل نشوف العباد اللي يكتبوا لك دي كومنتير علي تصاورك وعلى بوستاتك يحبوك برشا، حتى مش مجال التعليم، حتى ناس ما وصلتش قريتها ما قعدت العلاقة اجتماعية ممتازة ياسر بينك وبين أستاذة سندس. أنا والله يشرفني، قلت لك رغبة تعب اللي عديته في مسيرة المهنية، أنا توف على شرف المهنة من 2008 أنا خرجت. وقت اللي نشق السوق كي نهبط للقروان ونشق السوق، البارحة الأولى باركة واحد عرضني قدي مدام سالمة، قلت له إيه، قال لي مرحبا بك عايش، قلت فكرني في الاسم، قال لي أنا ما نذكر وعايش سما في بليزير. مرة أنا قاعدة على الشط تحت الباراسول مانيش نسبح، وجاني راجل تبارك الله باسني منه ومنه، واه شكونه هذي، تفضل شكونك؟ قال لي أنا تلميذك، مرحبا بك، ذا دكتور بلال عيساوي توا في سوسة. قال لي أنا مدام قريت عندك كاتريام وسانكيام فرنسي، إيش تعمل ولدي تو؟ قال لي أنا ميدسان. ايش قلت له زيد بوسني بلا تو مدام ميدسان زيد بوس. سي ماهر القفصي زاد كيف كيف، مرة مشيت مع عمتي عندها فيزيت عنده، عنقني منه ومنه، قل لي ستي شكونك انت؟ قال لي انا ماهر القفصي طبيب قريت عندك. قلت له انا مال انت تعيط لي ستي؟ انا باش نعيط لك ماهر توا كان بالضبط. قال والله القعده كان الحمد لله، معناتها وين نتعدى يعرضوني حتى ما نعرفهمش ما نذكرهمش بالطبيعه، يسلموا عليا ويشكروني الاولياء زاد كيف كيف، والحمد لله. علاقتي بزملائي وبالاولياء نتاع التلامذه اللي قريتهم ولا بالإطار التربوي ولا بالإدارة الحمد لله علاقة طيبة برشا، نعملوا في كنف الاحترام المتبادل، والحمد لله إن شاء الله نكونوا على الأقل عملنا حتى نقولوا 50%. لا نسبة الرضا اللي سالك عليها سي عبد المجيد ظهر لي أكثر، ظهر لي 150-200%. الحمد لله. الحقيقة أنا وقت اللي كان الاختيار عليك أنت، أنا والله ما نعرفكش مدام سالمة، ما شاء الله أنت معناتها كوكب
كامل كان غايب عليا الحقيقه. اكتشفتك انا وخاطرك انت لاحظت الصيت الاجتماعي وعلاقتك طيبه ونحن رانا تلامذه باللي باش نكبروا باللي باش نعليو مهنيا صدقني نصغروا اكثر مما تتصور قدام المعلمين. ما نجموش ما نجموش تواضع منك والله الحقيقه سيدتي الكريمه انا تمنيت راني قريت عندك الحاجه من امنياتي نرجع من جديد نرجع ولا نقرا عندك يحيشك ربي يفضلك مدام صغارك كانوا ناجحين اكيد الحمد لله. عندي وليد متخرج هو ما ملقاش في دومينو يخدم توا الحمد لله يخدم في شركه طليانيه عنده ايكيب تخدم تحته تبارك الله ما شاء الله لاباس عليه الحمد لله ما شاء الله الحمد لله شد عاد انت تو معنا استاذه سندس مكالمه هاتفيه في سياق قفل المعلمي. الو الو عسلامه. اهلا عسلامة مرحبا بيك اكثر ربي فضلك. شكون معانا؟ فوزية الضاوي. فوزية الضاوي اهلا وسهلا بك معانا. مدام سلمى عيادة تعرفها؟ عز المعرفة. عز المعرفة هيا مال هاي معك مباشرة على الهاتف تفضل. اهلا اختي فوزية العزيزة نهارك زين عسلامة. يعيشك شنحوالك فوزية لاباس الحمد لله وينك انت لاباس الحمد لله الحمد لله. مدام فوزية ذي معلمة في ولاد فرحان مازلت قرية توا تقري في طارق توا في طارق توا في طارق ان شاء الله بالتوفيق يا مدام فوزية. انا هي معلمة ممتازة شتي فيها انت اكا هوا ممتازة خلقا واخلاقا ومهنة ملاذي من بعضي ما عندكم مدام فوزية تبارك الله ما شاء الله يعيشك يا فوزية مدام فوزية. نعم وشكون متفقد العربي اللي معاكم في طارق مدام فوزية بن عمر ولا مدام فوزية بن عمر؟ مدام فوزية بن عمر حابين نحيوها فرصة باش نقول لها مدام فوزية يعطيك الصحة الأنشطة الباهية اللي عملتها أخيرا وهنيئا لك بك الأسرة التربوية الرائعة في مدرسة طارق بن زياد وهي شهادة مدام سلمى عيادة خذها بالاعتبار في تقييم أداء الأستاذة فوزية الضاوي. تبارك الله ربي يفضلكم ربي يفضلكم. انا الحقيقه حبيت نشكرك انت ساعه نجيب على هالبرنامج اللي كرم فكرت في المربين وكرمتهم وهذه معناها لفته حلوه برشا والشيء من مأتاه لا يستغرب. المربي يا مدام فوزيه نعرف الناس تخلي خدمها في الدار وتروح المربي خلاها في المدرسه يلقاها في الدار. صحيح صحيح هو عمل الحقيقه يعني رساله نبيله ومهما يقدم المجتمع من عبارات العرفان وحدنا سي عبد الحميد السيلي مدير لمعهد عقبه هكا كل حد حذانا مره نلقاه في المركب الثقافي مع تليم ذاته ياثر فيها مره نلقاه في دار الشباب النموذجيه في المنصوره مدام سلمى الاحد والليل والنهار ما عندناش لا وقت اللي كنا وقتها في الحياه المدرسيه مع بعضنا وكم كنت تسمع فينا مدام فوزيه كان سي حمد الصغير ربي يفضله ويطول في انفاسه متفقدين ومساعدين بيداغوجيين وعمل ومعلمين واجوار المدرسه نباتوا في المدرسه في الصيانه والتجميل و ربي يفضلكم ربي ينوركم مدام فوزيه هذا درس كبير برشا نحب زملائي المازال المباشرين للمهنه يقروا حساب الى مواقف الناس ومشاعرهم نحوك بعد انهاء المسار المهني سواء من حيث الاخلاق ولا من حيث حسن العشره ولا والتواصل سواء والتفاني في اداء الواجب ربي يفضلكم مستمعينا الكرام اختنا فوزيه هيقول كلمه الختام في اللقاء ذي المدام سلمى ايش تقولها قولها كلمه مزيانه تراها ولا ذكرها بحادثه حلوه تراها يتفضل هاي. والله مدام سلمى انا خذتك شرفني اني نقول كلمه حق ونشهد شهاده حق في حقها الحقيقه عرفناها وعشرناها سنوات ربي هي والله وضعناها هو ليس ربي ورود من خيره المربي ما شاء الله قدمت جهود جباره ما شاء الله الحقيقه هي سقطت وروت مدرسه اولاد فرحان ما شاء الله علما وثقافه وتدهورا محلاها العباره محلاها ضحات بوقتها وجهدها والحقيقه هي واحده من نساء تونس التي نفتخر بهن حقا معناها اختي فوزي ربي يخليك فوزي اللي تقول فيها ذي جرعه اكسجين هذه يعني جرعة أكسجين مخزون كبير ياسر 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 في رفع المعنويات ونأكد لك أن مدام سلمى هالكلمات الطيبة اللي سمعتها اليوم عبر أمواج إذاعة الحياة فام حضورا في الأستوديو وتواصلا بالهاتف مش تكون عندها أثر نفسي رائع ورائع جدا ربي فضلك وربي يوفقك مدام فوزية يعيش يعيش وأخيرا نقول لها إن شاء الله
ربي يطول فنفاتها بالخير وتفرح بصغيرات صغيراتها. ربي ينورك يعيشك ويبارك الله فيكم. هاي سلملي على سلملي على الفريق الممتاز الكيب التحكمه نتاع مدرسه طارق بن زياد. مش انتم راكم مؤهلين لكاس العالم راه طارق بن زياد الكيب تحفونه تبارك الله خليط نحل متميزه جدا. تحيه الى كل المربين في مختلف مدارس تونس الرائعه. العزيزه مستمعينا الكرام مازلنا ننتظر المكالمه الهاتفيه نظن الاخيره في فقره قف للمعلم. نرجع مع مدام سلمى عياده. تفضل استاذ سلمى. مدام سلمى عياده انا نعرف احساسك توا المشاعر هذه مش تقعد تعيش بها قريب 15 يوم شهر هكايا وشويه اثلجت اموني ما نحبش نبكي. لا تبكيش الابتسامه اللي شفتها على محياك وقت اللي كلمت سي لطفي الحمد لله ابتسامه عريضه عريضه الحمد لله ريت مدام سلمى ما يضيعش شيء الحمد لله ربي سبحانه معناها قال وكل شيء احصيناه معناها وما يضيعش شيء قدام ربي ولكن حتى في الدنيا به كيف الذاكره التونسيه طيبه ترفع ترفع الذاكره ترفع. نحبوا ذاكره غنيه نحن ما نحبوش ذاكره فقيره ما نحبوش ننسوا فضل الناس اللي خدموا يا استاذ سونس الحمد لله ما نحبوش ننسوا فضل الناس اللي خدموا حرام لو كي تنساه. المفروض الادارات التعليم وادارات المؤسسات التربويه الادارات الجهويه والمركزيه حقهم في كل مره يعملوا حركه نبيله الناس اللي انهم مسارهم المهني انفقوا العمر في خدمه المدرسه ما ينسوهمش ينادهم في المناسبات يستدعاهم في الحفلات يستدعاهم في مجالس استشاريه لتعرف انت لو كان اي مدير مدرسه او مدير اعداديه او معهد يشوف المحيط نتاعو من الذين انهم مسارهم المهني ويخذهم في مجلس استشاري قسما عظما ما يقدموا له خدمات رهيبه دون مقابل ولا العظيم. ثم مكالمه هاتفيه توا مازلت بصدد ذكرت في الدول المتقدمه حتى عسكريا ديما يرجعوا للجنرالات القديمه ويستشاريهم في العسكر قوتهم هذا. اي قوتهم من ذاكرتهم ومن الخزينه والمخزون والخبره والكولونيل يبقى كولونيل في العسكر مو كولونيل وفي السياسه الوزير يبقى وزير مسيو لو مينيستر سيدي الوزير نحبوا احنا حتى التعليم مدام حتى في التعليم خبرتكم المدير وستي ومدام وسيدي الحمد لله سي عبد المجيد مدام انت موجود ومدام اني موجوده نحن في خدمه التعليم وفي معلمين ما في حتى شك ما ثماش يعني ما عندي حتى مهمه في الحياه اخر مكالمه هاتفيه بس الو الو اهلا وسهلا شكون معانا على الهاتف مازال طيب اذا نعود نرجعوا مدام الو 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 اهلا وسهلا مرحبا صباح الخير صباح النور والزهور شكرا يا عايشه والورد المنثور من اذاعه حياه فام من يعني. برنامج اطفال الحياه وبحضور المعلمه الرائعه سلمى عياده وهذا الصوت هذا الصوت لالا شكون معانا تحيه لحياه اف ام اولا العفو شكرا. واحنا نبدلكم نفس التحيه شكون معانا مدام معكم فايزه عياده من مدرسه صبرا فائزة عيادة من مدرسة صبرة كنا نحكيو على مدرسة صبرة توا على أيام مدام جوهرة بن فضل وكل الفريق الممتاز بارك الله عليكم يا مدام فائزة مدام فائزة نفس اللقب باش تكون منك مدام سلمى عيادة زوز أنتم هي أختي في الحقيقة أي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هي أختي شوفوا في موجة حب متعدية الحقيقة الصوت كله معبي حب الحقيقة وتلميذ ثم أني درست عندها في سنة خامسة فرنسية من درسة طارق بن زياد هي كانت قارية فرنسية مدام سلمى وأكبار لسيدتي يا سيدي وزميلتي وأختي سلمى عيادة أيوة فعلا الاثار التعلم نتاعها ثم اللغه السلسه التي كانت تحكي بها واحنا في سنه خامسه بالحق ما زالت في ذهني وما نسيتهاش بالحق بارك الله ما شاء الله هذا الاثر صحيح هذا الخلود العلم والحب والاخوه كلهم مشاعر مختلطه الحقيقه والله العظيم بالحق احترمها رغم اللي هي يعني هي اختي صديقتي زميلتي في نفس الوقت هاي معك ايش تقول هاي معك مدام ايش تقول مباشره اتذكر معناها انا في تسعة سنوات في مقاعد الدراسه اتذكر هذه المعلمه الرفيقه صغيره
الملقانة هكا بالشباب والعنفوان، اللغة السلسة الفرنسية هي اللي أحبتني فيها كذلك. شو رأيك مدام سيرة في الكلام المزيان هذا؟ هي اللي حبتني والله فيها. هاي معك هاي معك. قالك شكون شكر العروسة؟ هي كمان لكن تبكل هي أختي صغيرة بريسك. أما تلميتي هذاك علاش حابة تتدخل؟ خاطرها تلميتي وكما قالت حببتها في الفرنسي. وتوى الدرس في الفرنسي ومعلمة معلمة فرنسية ممتازة ممتازة زادة هي يتبارك الله شهدت فيك مدام سيرة. أنا 29 سنة الحمد لله منهم 21 سنة ندرس فرنسية لغة فرنسية بالحق معناها مدام سيرة هي الغرماتك وحبيت كانت المرجع متاعي تبارك الله ما شاء الله. إيه مستمعينا الكرام شكرا جزيلا لكم فيز. بلغنا ختام هذه الفقرة فقرة قفل المعلمي فاصل غنائي ثم نعود في فقراتنا الموالية. الحياة كيدز الحياة كيدز أولادنا فخرة بلادنا هذه هي تونس تونس برجالها ونساها تونس بأطفالها تونس ببرعمها تونس بهالقلوب النابضة والعيون البارقة والعقول الحالمة. معنا في الأستوديو في فقرة صدى المدارس صدى المدارس أستاذة سندس صدى المدارس اليوم يأتينا من معهد هو معهد ليس له من عمق التاريخ اسم وإنجازات فلم يكتفي الإطار الإداري والتربوي الساهر على سيرورة العمل وعلى ديمومة الامتياز بالاعتزاز بماضي المؤسسة بل جعلوا من حاضرها بريقا يشع بين أمثاله من المؤسسات الشيء الذي يبشر أيضا بمستقبل لا يقل شأنا عن ماضيه وحاضره. المعهد الثانوي عقبة بن نافع القيروان امتاز دون غيره بالتزامه الصريح وجعل من أسواره صرحا للأنشطة التلمذية المنقطعة النظير. سعيدة جدا باستقبال السيد عبد الحميد السهيلي مدير معهد عقبة بن نافع وأحيل له الكلمة. صباح الخير سيدي. صباح النور. شكرا بارك الله فيك. أنا سعيد جدا اليوم بوجودي في راديو حياة أم مع صديقي وأخي سعد مجد بن فرحات. عايشك سعد مدام سندس سواري لي شرف كبير أن يكون موجود معكم. هذه الإذاعة التي دأبت أن يعني تتلها ويعني بالمسألة الدراسية والمسألة التربوية أنا اليوم موجود هنا يعني كضيف ونشكركم على الاستضافة. طيلة شهر رمضان وحتى قبل أو بعد شهر رمضان مع عقبة بن نافع ليس بمسألة أصبحت عادية وأصبحت تقليدية أنه يمارس عمل ثقافي وعرفت عليه الممارسات أو الأنشطة الثقافية حتى لدى المندوبية الجهوية للتربية وحتى في وزارة التربية الدار العامة للحياة المدرسية عندها علم للمعهد هذا راه ناشط ثقافيا في الجهة. في شهر رمضان عملنا أنشطة ثقافية رمضانية ليلية عملنا نشاط في دار الثقافة نشطاته يعني نادي أرتوفيل اللي هو ما يسمى بنادي أصدقاء الفن تحت إشراف الأستاذ كثما فيديو تو نجمو كممكن زملاء التقنيين يكون الفيديو باش نشوفوا هذه عينات من الأنشطة بالتوازي مع كلام بالنموذجية بالمنصورة نشطها عمل أعمال النادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان تحت إشراف الأستاذة فرجانية بن غزيل. النشاط هذايا الثاني كان يحكي على شهر رمضان بمدينة القيروان بين الماضي والحاضر. الأنشطة الزوز كانت فعالياتهم أو فقراتهم فيها يعني بمداخلات موسيقية ثم لقطات مسرحية وثم يعني عرض أزياء لباس تقليدي القيرواني وكانت الأنشطة الزوز الحقيقة اللي تموا في شهر رمضان كانت معناها أنشطة ناجحة والباهي فيها والممتع أنه التلميذ جاء هو الولي متاعه يعني جاءوا التلامذة وجاءوا الأولياء سواء في دار الثقافة أو في دار الشباب. بالمناسبة دي نحب نشكر فعلا شكر خاص لمدير دار الشباب النموذجية بالمنصورة اللي أعطانا الفضاء وأيضا مدير دار الثقافة معناها اللي أعطانا الفضاء بدون أي شرط وبدون أي إحراج أيضا عملنا نشاط مختلف ومتميز يوم الجمعة الفارط اللي هو البارحة الأولى في دار الشباب النموذجية بالمنصورة هذه النشاط مختلف
نشاط هو ثقافي تربوي يهتم بالثقافة الصينية. النشاط هذا عملته أستاذة اللغة الصينية بالمعهد لتحفيز تلاميذ السنوات الثانية باش يختاروا اللغة الصينية كمان. مدام فرجانية؟ لا، مدام راضية مجبري. راضية مجبري. مدام راضية المجبري. تحية لهم الكل. أستاذة اللغة الصينية اللي تعرفوا اللغة الصينية جديدة في مدينة القيروان، عندها توا عامين. المعهد الوحيد اللي فيه اللغة الصينية هو معهد عقبة بن نافع كمادة اختيارية. النشاط هذايا المتميز فيه أنه حضروه ناس، حضروا رئيس قسم اللغة الصينية بالمعهد العالي للغات بورقيبة سكول بتونس، ممتاز جدا، هو شيف ديبارتمون روعة لا لونغ شينواز، روعة. وحضروا فيه زوز أساتذة من الجنسية الصينية اللي هو يقريوا في الكل في الجامعة في تونس، وفيهم واحد اللي هو مدير معهد كونفوشيوس، هذا معهد خاص يقري اللغة الصينية. وحضروا سي كريم جبالي اللي هو متفقد اللغة الصينية، ربما سي كريم ربما تحية ليه، هو من نابل، هو أستاذ لغة صينية لكنه مكلف بالتكوين بالتكوين والتفقه والتفق. نعم. حضروا السيد المندوب الجهوي، حضروها تلامذة قراوا عند مدام راضية وخذوا البكالوريا بين البنات النهائية، وخذت 20 في المادة الاختيارية. باش نرجعوا لها نشوفها. ومن بين الأشياء الجميلة أنه تعدى فيديو نتاع تلميذة قرات لغة صينية عند مدام راضية وتوا في الصين، عملت لنا فيديو من غادي تحكي على اللغة الصينية كيفاش يعني راهو التلميذ وقت اللي يختار المادة الاختيارية دي راهي وألن مادة اختيارية راهي سهلة، ودخلت حتى في تفاصيل متاع اللي ما فيهاش لغة، ما فيهاش تصريف، ما فيهاش جرامير، لغة سهلة. وأيضا ربما عامين ثلاثة أربعة خمس سنين لقدام نولوا نتمنوا اللي رانا نعرفوا اللغة الصينية، خاطر اليوم الصين هتشوف معنا يعني اقتصاديا وثقافيا وكذا يعني مكتسحة العالم ومكتسحة يعني يعني المجالات تقريبا الكل. انا كمدير معهد دوري ما كانش كبير برشا الحقيقة، كنت ندعم وكنت يعني نوجه ويكفيك فخرا فقط، لكن ولا ولكن الاساس والدور الكبير هما الحق الاساتذه والتلامذه. سي عبد الحميد اللي تسمح لي تفضل. راهو دور المدير المدير هو المفكر، المدير المؤسسه التربويه دوره التفكير وفتح افاق الاجتهاد واتاحه المبادره. انت سي عبد الحميد كتشجع المبادره نتاع الصغيرات والمبادره نتاع الزملاء المربين، سي ديجا با مال. هذا كل مطلوب حل الباب، خلي الناس تجتهد، سخر امكانيات المؤسسه وخلي الناس تخدم، هذا هو دور المدير. بالعكس انا نقول لك بارك الله فيك ويرحم والديك. شكرا. هذاك الدور فثم شكون يقول لك اخطاني من كذا بالله خليني يعجلني نجي الاستاذ يقري ويروح على روحه والتلميذ نا سي با سا، مش هذا راهي الحياه المدرسيه هي الجسر بين المدرسه والحياه العامه. إذا اللي تعمل فيه أنت توسي عبد الحميد، أنت تصل المهارات المعرفية الدراسية بالحياة العامة، تأهل في ناس، تمد في جسر بين المدرسة والمجتمع، يزيما المدرسة سكرت على روحها ويزيما يعني الغبن اللي تشوفوا المعارف في جدران القسم وتوفى غادي، نقرأ المات، نقرأ فيزيك، نقرأ الشينوا، نقرأ نتعلم الموسيقى ولكن نعدي الامتحان ناخذ عدد ونروح، ليه؟ حاجتنا المعارف والمهارات هذه تخرج للحياة العامة. سي عبد الحميد وعندنا ضيوف من أسرتك في الاستوديو، نقدمهم فردا. مع السلامة. عسلامة. شو اسم بنتي؟ هي قدم روحك كما ينبغي للمستمعين. تفضل. عسلامة، انا اسمي ايه بوها، تلميذة عقبة بن نافع. تحصلت على البكالوريا سنة الفارطة واخترت اللغة الصينية كمادة اختيارية، والحمد لله توافقت فيها وخذيت فيها عدد 20 في البكالوريا. ما شاء الله. اللي عملنا الجورني نظمناه مع استاذتي نحبها برشا، نحب نقدم لها تحيه مدام راضيه. الحق تحيه لمدام راضيه مجبري. الحق كان جورني اكسبسيونيل واكسبيريونس تحفونا على الاخر. الحمد لله توفقنا ان نوصلوا المعلومه اللي حابين نوصلوها، اللي هي انه فما لغه اختياريه في ولايه القيروان هي اللغه الصينيه. اللغة هذه بالحق تفتح آفاق كبيرة للتلامذة الكل، وتعلم برشا حتى في جانب معناها الثقة في النفس، وكل تحس روحك اكسبسيونيل، تحس روحك مش كيما البقية.
صحيح فما برشا لغات مختلفة كما الإيطالية الإسبانية مع أما اللغة الصينية فيها حاجة سبيسيال بالحق تحسها فن في حد ذاتها الكتيبة متاحة الناس كل تقول لك صعيبة مشي باش تقدم لي حد شيء نعم احنا كي نشوفوا هاك الرموز الصينية نخافوا يعني نقول شنو هي الرموز اللي مستحيل نفهمها بالعكس بالعكس المستمعين بالنسبة للرموز حاجة مزينة على الأخر تحس روحك فن بالحق فن تبدا تكتب وتحس روحك معناها مش تكتب ديزالفابي الجملة قديش تاخذ من رمز ولا كلمة مرات كلمة في رمز كلمة تش تقول مثل جو عندك سامبول واحد هكا و كهو ما فهمت مثل زاد بالنسبة للجرامير والكونجيزون ما عندناش جملة لا جرامير ولا كونجيزون بربي لا فما لا ماك السبجونكتيف وكل كونديسيونيل كيف فازيت كل صعاب لي مود هذوك فوالا عندك فيرب اتر سي ات قبل فما لا فيتور لا باسي لا هذا شيء عندك نفس السامبول يؤدي المعنى يؤدي الدلالة بالطبيعة بالطبيعة انا كباحث في اللغة مش نتعامل معاك باش نفهم السنتاكس نتاع ولا يضيفوا حاجات باش يؤدي المعنى سي عبد الحميد بالطبيعة اللغة العربية تعقيداته في اللغة العربية هي لغة ممتازة ما فيش حتى شك ولغة قديرة ولغة كذا لكن بصدق تشوف عدد الضمائر بركة وتشوف الصياغ الماضي والمضارع بفروع ثلاثة والأمر وتزيد معناها يعني يا خويا هو ديجا يقول لك بحر معناها بحر اللغه العربيه بحر. مش لغه في حد ذاتها البحر في احشائه الدر كامن فهل سال الغواص عن صدفات اما هالسينية انبسطت انا كنقارن بالانجليزيه مثال الانجليزيه فيها سمبليسيتي كبيره برشا بالمقارنه مع الفرنسيه ظهرت لي انه الصينيه حسب ما حضرت اسهل منهم الكل هي الفكره متداوله عند الصغار الكل معناها عند التلاميذ الكل ان اللغه الصينيه حاجه صعيبه على الاخر وامبوسيبل الواحد ينجم يفهمها اوكي حتى مدام راهي باش تعاون التلاميذ الكل باش تعاون انتم تبسط لهم قدر الامكان وزيد راهو البروجرام راهو مش باش تقرا روحكم معناها الليفل نتاع الشينوا برشا باش تاخذوا لي فوالا جوست لي زابي سي باش ياخذ معناها أبجديات صحيتك جيسا اللي الأبجديات كيفاش تكون جملة بسيطة شو متوجهت يا عين؟ أنا الحمد لله بعد ما خديت الباك مشيت قريت من لول في الانفورماتيك انجينيري في الانفورماتيك بعد لي ما قيتش روحي لقيت روحي مزلت ميلة للشينوا مزلت نقرأ واحد الشينوا دونك عملت إعادة توجيه عملت إعادة توجيه وخذيت الشينوا إن شاء الله العام الجاي نبدأ نقرأ الشينوا إن شاء الله يا رب يا قصة هي حدثنا على التظاهر اللي عملتها باسم معهد عقبة التظاهر أنت كنت المنشطة الانيماتريس انت أنا قدمت قدمت فقرة عرفت بها بالبلد عرفت بها باللغة عرفت بها زيدا قلت لهم كيفاش أنه نجموا تنفعهم اللغه معناها في مستقبل أفيق أفيق اللغه معناها في مسيرتهم البعض معناها في الاعمال المهنيه بجورني عملناه نحن مع في دار شباب في المنصورة كان معناها الهدف نتاعو التعريف باللغة تعريف بالثقافة عملنا ديفيلي ورينا اللباس التقليدي الصيني حاجة مزيانة برشا على الاخر عملنا الرياضات الشبابية ولا المعروفة بها الصين كيف معناها عملوا معزوفة بعد سمعوها معزوفة جميلة جدا بالحق أضافت يعطيك الصحة معنا صاحبتك من معهد دار لامين عسلامة عسلامة شحويل الحمد لله نورتونا عيشك سلمنا على سرياد سرياد الرمضاني قدموا له تحية تحية كبيرة ولكل الأسرة التربية معهد دار لامين قدم روحك للمستمعين اسمي شاذاش منجي جيتاريست في كلوب تونجي 88 لسي دار لامين شاركنا معه في جورني شينوا اللي تعدى جورني محلاها على الأخر زيد للعباد الكل معلومات جديدة أنا بدي بدلت رأيي على الشينوا كومبليت ما أصلا بدي تخمم فيها أنا قسم انت طبعا دوزيما أنا سيونس مشتاق شينوا ميلا إن شاء الله أنا الحقيقة حبيت معناها ناخذ على بديت نحب ناخذ عليها فكرة على الثقافة والحضارة الصينية أي خاطر بديت هي تطلع هي الأولى نجم تقرا على المرة عادي نجم تدخل شينوا وأنت في دار لامين وتجي تقراها في عقب فهمتك يعطيك الصحة سي عبد الحميد وأنا عجبني شو اسمك أنت قلت لي ذكرني اسمي شاذاش مانجي شاذا اسمعني اللي عجبني في لسي عقبة كونه يتفاعل مع المؤسسات الأخرى حتى الإيفينمون التظاهر اللي عملها في المركب الثقافي شاركتوا معي ديجا أنتم شاركتوا معي شاركتوا معي
ومش بيكا وكذا، وهذا هو التفاعل بين المؤسسة التربوية. خلينا نكسر الحواجز بين المدرسة والحياة العامة وبين المدرسة والمدرسة، ويتواصلوا نتراشح نتنافس. ايش عملت انت في الليفن مورا خرانية؟ قلتلي عزفنا انت معزوفة صينية، جيتاريست معهم، عزفنا معزوفة صينية. كيف تتعلم في الجيتار انت مع شكون؟ عندك موسيقى غادي؟ عنا اوبشن موسيقى وسي بون، خرجت معناها من الكونسرفاتوار ولينا وحدنا كباند. كباند نخدمو كباند زادة في الليسي داسك باند. هي سعد مجيد هي في الكلوب نتاع اي تي اي تونسي هكا تونسي اي تي اي فورم حكينا على كلوب نسي في دقيقه تراك ذا كلوب ينشط في كامل التراب الجمهوري. نعم في كل ولايه ثم مجموعه ديجا ربحنا وديما يعملوا تنسيقياتهم في معاد عقبه. ممتاز ديما نجتمعوا في معاد عقبه. هاي باختصار في دقيقه حتى نهار 29 فما ايفينمون ان شاء الله زاد باش نشاركوا فيها في عقبه. برمجينهم تونيزيا اي تي اي دار لامين وبرمجينهم الحقيقه مش اول مره نخدموا معاهم. شداد الشمنقي آية بوهاها ممثلتين عن معهد عقبة. انت آية رغم اللي ما زلت تنتمي للمعهد، ما زلت بيت المعهد وديما باش نقعد بيت المعهد. جسور التواصل نتاع المعهد ديما ممدودة لصغيراتهم بعد ما يكملوا قرايتهم والمؤسسات الأخرى. ولكن مطلوب الوفاء. إذا آية بوهاها من معهد دارلمان، شداد الشمنقي من معهد عقبة سابقا وما زالت تحن، والرائع المتميز صديقنا. شكرا. المدير شكرا. الناشط جدا صاحب القلب الكبير والصدر الواسع استاذنا العزيز عبد الحميد السهيلي. استاذ سمس بارك الله فيك على تنظيم هذه الفقره الرائعه من صدى المدارس. مستمعين الكرام فاصل غنائي ثم نعود. الحياه كيدز، الحياه كيدز. أولادنا فقرة بلادنا، طفل الحياة فهم، طفل يقرا، طفل يلعب، طفل يبدع. جو كبير اليوم في إذاعة حياة فهم في برنامج أطفال الحياة، هم زالوا أطفال حتى 18 سنة نعتبرهم أطفال، وبعدها يليجون طور الشباب. هذا مستقبل تونس الرائع، هذا مستقبل تونس المزهر. شوفوا معايا في الاستوديو هكا العيون البارقة والقلوب النابضة والعقول الحالمة. اليوم نحن في حضرة الإبداع التلمذي الرائع في المدرسة التونسية. حبيت نشكر معهد عقبة بالنافع بالقيروان اللي عمل تظاهرات ديزيفينمون كبيرة 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 واللي انفتح على المحيط. حبيت نشكر كل المعاهد في القيروان ولا سيما معهد دار لامان. أستاذ سونس قدم لنا الإطار العام لهذا النشاط اليوم، تفضل. في إطار اليوم الصيني اللي تكلمت مدام راديا مجبي مشكورة وأقامته في دار الشباب النموذجية بالمنصورة، لقيت أنا نهار تواكبت الأحداث وقمنا بريبورتاج احنا حياة فهم، ما تعرف ديما نواكبوا الأنشطة التلمذية والأنشطة الثقافية في القروان. اي نعم. نلقى باند تعزف في موزيكا متاع صينية، ما هيش موزيكا لا عربية لا أوروبية. أول مرة أنا نسمع تلامذة توانسة يعزفوا موزيكا صينية. الحقيقة مسعيدة جدا اليوم باش نستقبلوهم التلامذة هذوما اللي هما دينا سعودي، شذا شمانجي، آيات العبيدي، أمين حداد، إدريس مقدادي، وملكة السبري، وهما باش يتفضلوا توا يتحفونا بشوية موزيكا مزيانة برشا. يلا يا سيدي، إذا مع هذا العرض الموسيقي ثم نعود. Thank you.
وفقت في ستة الأولاد مشكورين على الموسيقى الصينية المزيانة اللي قدمتوها. انتم بالطبيعة تنشطوا تحت عنوان داسك باند هكا ولا تنجموا تحكيونا شوية على الباند متاعكم؟ احنا نسع الباند متاعنا هي نادي تونس 88 في معهد دار الأمان. احنا من الأول معناها تلمينا كتنجا 88، بعد قلنا علاش ليه ما نعملوش باند بويسك معناها احنا فما شكون حتى خرجوا من الليسي وما عادش يقراو فيه، قلنا خلينا نقعدوا ملمومين ونوليو باند ونقعدوا نخدموا ونغنيوا ونعصوا مع بعضنا. ايوه عندكم مقطوعه اخرى باش تعصفوها؟ عنا غنية احنا خدمناها مع بعضنا ربحنا بها ديجا جايزه زوز جوائز على تونس في الجمهوريه التونسيه، احنا الفناها واحنا كتبنا لها كلماتها واحنا سجلناها. تفضل وين في جو الأجواء متاع يوم الثقافي الصيني. نرجع مع بوهاها. عسلمة مرة أخرى. في التظاهرة اللي عملناها قمنا زادة بأغاني قدمناهم أغاني صينية. في الأغاني هذوما تعلمت وزادة برشا كلمات وبرشا برشا معناها دخلت أكثر في الجو الصيني. كنت حاب نعمل لكم مقطوعة كنت حاب نجم تغنينا.甜蜜蜜，你笑的甜蜜蜜，和鲜花盖在城房里，盖在城房里。 在哪里？在哪里？
زي مونلي 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 تنغواني تين مي سياو دي توا تين مي نضيفوكم مرة أخرى وإن شاء الله تجيو بحذانا وتعزفوا موزيكا حتى أكثر من هكا ومزيد من التألق ومزيد من الإبداع عليكم ومشكورين ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة الحياة الأفام إذاعة اللي ديما تساند المجهودات التلمذية وبرنامج الحياة كيدز هو منكم وإليكم انتم تأثوا انتم تنشطوا وانتم زادة تسلطوا وإحنا نسلطوا الضوء على كل الأنشطة اللي تقوموا بها في إطار المؤسسات التربوية متاعكم المعاهد المدارس وحتى الإعداديات وإحنا نحب ديما نكونوا رايدين في تقديم مادة إعلامية متميزة اللي ديما تسعى باش ترقى بالتلامذة وبالصغيرات وبالطفولة وهذاك إحنا الميثاق اللي ماخذينه على عاتقنا. فاصل غنائي ثم نعود. شكرا لكم على الحضور. الحياة كيدز. الحياة كيدز.